كثير من الناس استفسر دكتور هل العلاج الطبيعي ضروري مثلا إذا أنا عندي ديسك أو أنا عندي شد عضل، هل ضروري أني أعمل علاج طبيعي؟ نعم، ومليون في المية ضروري، وأغلب الحالات العضلية الهيكلية هي بحاجة علاج طبيعي، لأنه تخفيف شد العضل وتقوية العضلات لا تتم إلا عن طريق العلاج الطبيعي فقط. ونصيحتي لكل الناس يلجأوا للمختص في العلاج الطبيعي ولأخصائي العلاج الطبيعي فقط، وما نلجأ لأي حدا من خارج الاختصاص وخارج المجال، لا جاراتنا ولا أصدقائنا ولا أي حدا. ونصيحة أخيرة، تحركوا فإن في الحركة بركة. وشكرا. كان معكم أخصائي العلاج الطبيعي عمران محاسنة من مركز المفرق التخصصي للعلاج الطبيعي فيزيو سنتر، ويعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا بالجميع.